إذا أتينا إلى التفصيل فيما يتعلق في الأدوار المختلفة والمتكاملة لحماية العامل وحماية صاحب العمل وبالتالي المنشأة في هذه المرحلة الحساسة، هناك عدد من الشركاء كما قلنا. ربما الشريك الأساسي في تزويد منشآتنا بالسيولة في هذه المرحلة الحرجة هي سياسات البنك المركزي وقطاع البنوك والقطاع المصرفي في ذلك، والبرامج الموجودة والتي بدأت تدخل حيز التنفيذ، بعضها يتعلق بالشركات الكبيرة وتتراوح قيمة القروض فيها من 2 مليون ل 3 مليون. كان الهدف فيها سابقا لما كان البنك المركزي من خلال هذه النافذة هو للاستثمار الرأسمالي، أما اليوم فصارت الأولوية لتمويل النفقات الجارية، وهذا مهم جدا لأن الضائقة اللي فيها العالم كله مش بس الأردن هي تمويل نفقات الجارية، إن كان على الرواتب ولا إن كان على مدخلات الإنتاج. وكما تعلمون البنك المركزي أيضا أسس صندوق جديد قيمته حوالي 500 مليون يهدف بشكل رئيسي إلى دعم الشركات الصغرى المتناهية الصغر والمتوسطة بقروض صغيرة بنسب فائدة لا تتجاوز 2% لدعم الكلف التشغيلية لهذه المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. وقامت الحكومة وقررت أن أي قرض يذهب باتجاه دفع الرواتب لسيولة تذهب باتجاه دفع الرواتب للعاملين في هذه المنشآت ستتحمل الحكومة الكلفة الكاملة لهذه الفوائد، وفترة سماح سنة لتمكن صاحب العمل من الاستمرار في هذه المرحلة الصعبة. بالإضافة إلى ذلك هناك مؤسسات كبرى ومهمة مرتبطة في اقتصاد الأردن ولها مواقع استراتيجية في هذا الاقتصاد وستحتاج إلى دعم، وفي هذا الاتجاه هناك أيضا صندوق استثماري سينشأ، ستشارك فيه الحكومة والبنك المركزي والبنوك ومؤسسات وطنية أخرى وصناديق موجودة. الهدف في أن نمد المنشآت التي تعاني من صعوبات كبيرة بفرص للنمو بدعم استثماري على المدى المتوسط وطويل الأجل حتى نحمي منشآتنا الوطنية الأساسية على مستوى البلد. هذه المشاريع وهذه الصناديق ستحتاج إلى مليارات من الدنانير، ولكن الأولوية سنضعها لحماية اقتصادنا وبالتالي الاعتمادنا نعود إلى اعتمادنا على ذاتنا وتقوية جبهتنا الداخلية بشكل كامل. اسمحوا لي أن أعرض في هذا المجال بشكل سريع خارطة أولية للبرامج التي ستستفيد منها المنشآت، وكل منشأة طبعا ضمن ظروف معينة هلا بنحكي عنها. هذا البرنامج هو برنامج حماية المنشآت والأعمال الحرة وعمال المياومة، وكما ترون على اليمين في عنا المنشآت في بعضها مشترك في الضمان في بعضها غير مشترك في الضمان، وفي عنا أعمال حرة وعمال مياومة غالبيتهم غير مشتركين في الضمان الاجتماعي. هذه المنشآت كما نعلم بعضها مصرح لها بالعمل، تستطيع أن تعمل خصوصا القطاع الصناعي الغذاء والدواء وهذه الأمور. إحنا في الفترة الأخيرة فتحنا لمعظم الصناعات للعودة إلى العمل،
وفي الأيام القادمة سنبدأ وبالتدريج بالفتح للقطاع التجاري بكل أبعاده وبأولويات محددة، لأنه اليوم يمكن إحنا أول أسبوعين ثلاثة كنا بنقدر نستغني عن مواسرجي، كهربجي، خدمات أساسية نقدر نستغني عنها لفترة، لكن حتى هذه الخدمات، الخدمات الصحية، عيادات الأطباء، كل هذه الأمور إحنا بحاجة بالتدريج أن نبدأ بفتحها. فنحن لدينا منشآت مصرح لها بالعمل، منشآت غير مصرح لها بالعمل في الوقت الحاضر، منشآت متوقفة عن العمل لأنه صاحب العمل في قطاعات زي السياحة وغيرها فعلا صاحب العمل غير قادر على الاستمرار فيتقدم بطلب بوقف العمل فيها بشكل كامل. وهذا بالنسبة للمنشآت. بالنسبة لوضع العمالة، هناك بعض العاملين بيقدروا يشتغلوا عن بعد، بعضهم غير قادرين أن يعملوا عن بعد، وبعضهم غير قادرين على الوصول إلى العمل حتى لو أنه مصرح فيه أو غير مصرح فيه وهكذا. ومهم جدا طبعا العمود الرابع الذي يتطرق إلى وضع المنشأة ووضع العامل في الضمان الاجتماعي، هل هو مشترك أو غير مشترك؟ إذا مشترك له 12 شهر أقل أو أكثر، كل هذا يؤثر ودرسناه بالتفصيل حتى نعالج كل حالة من هذه الحالات. طبعاً المنشأة اللي مشتركة في الضمان من فترة وعمالها مشتركين في الضمان ومشتركين في التعطل عن العمل، الضمان مظلة حماية حقيقية. إحنا عم نمشي خطوات أخرى باتجاه إما اللي اشتراكاتهم قصيرة وما بيستفيدوا من النظام السابق في التعطل عن العمل، أو حتى المنشآت التي لم تشترك إطلاقاً ونفتح لها المجال، وحتى العمال العاملين لحسابهم الخاص أو عمال المياومة عم نشتغل على برامج نشملهم في الضمان الاجتماعي. على المدى المتوسط والطويل هذه نقلة نوعية في حماية المواطن الأردني العامل أينما كان موقع عمله، ورح نمشي عليها إن شاء الله. طبعاً بعد الضمان الاجتماعي برامج الحماية. برامج الحماية لأنه إحنا واجبنا أن نقدم الحماية الأساسية لكل الأسر الأردنية خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة. لو أخذناهم حالة كل حالة بسرعة، أول صف كان هي المنشآت المصرح لها بالعمل، إحنا سامحين لها تعمل وممكن تعمل يعملوا فيها عن بعد أو في موقع العمل، وفي هذه الحالة ما في أي مشكلة وليس هناك داعي إلى الاعتماد لا على الضمان الاجتماعي ولا على أي برنامج آخر. والحمد لله في عنا قطاعات وفي عنا منشآت اليوم عم تشتغل بشكل كويس كثير، إن كان في الغذاء ولا في الأدوية ولا في تقديم خدمات أساسية. لكن في عنا أيضا منشآت مصرح لها بالعمل ولكن مش قادرة تفتح لأسباب عديدة مش راح نخوض فيه. وهون بدنا نشوف مين مشترك في الضمان، مين عنده أكثر من 12 شهر، مين أقل. وباختصار شديد برنامج الضمان الاجتماعي اللي هو سميناه تضامن واحد للمنشآت المشمولة في الضمان من فترة أكثر من سنة بيأخذ تأمين تعطل عن العمل بتراوح بين 165 دينار بحد أدنى و500 دينار بحد أعلى. وإذا غير مشترك في الضمان الاجتماعي ما عنده 12 شهر أو أقل أيضاً بيستفيد من تضامن اثنين من برنامج آخر 150 دينار بدل تعطل مؤقت. احنا بنعرف هاي الأرقام مش كبيرة ولكنها قد تكون قليلة، ولكنها الحد الأدنى اللي احنا بنقدر نقدمه في هذه المرحلة حتى نوصل مش 1000 و2003. هاي البرامج مجتمعة راح تصل إن شاء الله إلى ما لا يقل عن 400 ألف أسرة أردنية كلها في هذه الظروف بحاجة إلى المساعدة. عندنا منشآت غير مصرح لها بالعمل، وهذه وضعها إن شاء الله بوتيرة سريعة
راح يتحسن لأنه راح نصرح لها بالعمل، وبعضها قادر على العمل عن بعد وهكذا. وأيضا فيها البرامج اللي حكينا عنها، إن كان من الضمان الاجتماعي تضامن واحد للمنشآت اللي إلها فترة مشتركة في الضمان، والمنشآت اللي جديد اشتركت في الضمان أيضا في برنامج تضامن اثنين اللي بيغطي 150 دينار. في المنشآت المتوقفة عن العمل تستفيد من برنامج مساند من الضمان الاجتماعي أيضا ب 150 دينار وشهري، وتنطبق عليها تعليمات عمال المياومة اللي احنا مقبلين عليه. هاي الشريحة شريحة جديدة نسبيا في تعاملنا معها. هاي الشريحة كانت خارج الخارطة لفترة طويلة، عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص وهكذا. ولكن اليوم هاي أكثر فئة عم تتأثر سلبا، وعلينا أن نبدأ بمساعدتها. فطبعا في منهم مصرح لهم بالعمل، في منهم غير مصرح لهم بالعمل مثل قطاع الإنشاءات والفنادق وهكذا. وهون في عنا برامج حماية اجتماعية رح تحكي عنها معالي وزيرة التنمية الاجتماعية بتفصيل أكثر، مشمولين بهذا الموضوع. فهذه الصورة الكلية لهذا البرنامج. طبعا هناك تفاصيل كثيرة، وندعوكم لأن تدخلوا على المواقع الإلكترونية للجهات المعنية، إن كانت البنك المركزي وبرامجه والبنوك أو الضمان الاجتماعي أو التنمية الاجتماعية وهمة وطن للمتبرعين. وهذا صندوق الحمد لله الآن عم بيغطي جزء كبير من هاي التكاليف، والأجزاء الأخرى عم نغطيها من الموازنة ومن مصادر أخرى. في الأيام والساعات الأيام القليلة القادمة رح نحكي كمان عن أولاً الشركات والمحلات اللي رح تفتح بالتدريج، عن البدء بالعقبة وبعد ذلك محافظات أخرى، أيضاً طلابنا في الخارج في الذات أكبادنا. ما رح نرتاح ولا رح نستريح إلا لنرجعهم. وضعنا منظومة متكاملة لهذا الموضوع تراعي بشكل أساسي وضعهم وصحتهم وحمايتهم، وبالتالي أن يأتوا بتدرج وبحظ أن يدخلوا في الحجر الصحي حتى نحميهم، نحمي أسرهم، نحمي المجتمع إن شاء الله. في الختام، حمى الله الوطن وقيادته وأدام هذا الحس الوطني الكبير الرائع وحالة التماسك التي نشهدها وقيم التكافل والتضامن الأزلي بين أبناء شعبنا. كل مر سيمر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.